أيمن بغداس، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. اليوم موجودين في ولاية بيجة في إطار استكمال مسار تركيز المجالس بعد ما تم تنصيب يوم الجمعة غرة مارس المجالس المحلية على مستوى كل معتمديات الجمهورية. اليوم عملية القرعة لاختيار ممثلين للمجالس المحلية للمجالس الجهوية. ولاية بيجة فيها 9 مجالس محلية، المجلس الجهوي يتكون من 9 أعضاء عن طريق آلية القرعة. كما شفتوا صارت عملية القرعة بحضور كافة أعضاء المجالس المحلية اللي عددهم 9 مجالس محلية، حضور الأعضاء الكل، قدموا ترشحاتهم. صارت عملية القرعة بحضور وإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوجود عدل تنفيذ حضر محضر جلسة الغرض المجتمع المدني، وتم سحب القرعة تباعا من مجلس حتى لين وصلنا لترتيبات المجلس الجهوي بفيجو. كي نحكيو على يعني وقتاش يتم تركيز المجالس والانطلاق الفعلي في العمل نتاعك؟ توا بعد ما تكمل عملية القرعة قاعدة تصير بطريقة متزامنة في كامل ولاية الجمهورية، يتم تجميع محاضر اللي أوردت في الغرض. اليوم إن شاء الله تتعرض على مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمصادقة، إن شاء الله اليوم 7 مساء مباشرة من بيت الحكمة بالقرطاج فما ندوة صحفية، ويتم الإعلان الرسمي على تركيبة كل المجالس الجهوية بولاية الجمهورية. بعد المرحلة هذه بطبيعة باش نمروا المرحلة الموالية اللي هي انتخاب أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. إن شاء الله مع بداية شهر أبريل تكون كل المجالس مركزة وتبدأ تباشر مهامها.